طبيب جراح قلوبنا سداويها. نجوم الغناء العربي اجتمعوا في حفلة واحدة وعلى ركح واحد. ايه بعدها بجمعة نفس النجوم يلقاو رواحهم حاضرين في الزنازة. عندي فكرة اللي احنا نخافوا ياسر حتى من الحديث عن الموت. بس كنت هتمشي للجنة لما حتى حد ما يحب الموت. لكن كان صعب كثير انه اطلب من مواليع انه تدخل معي الى طبيب الانعاش حتى يخبرها انه ابنك بوضع حرج جدا. من اصعب المواقف انك تفقد الابن. ابتدت دلوقتي بس احب عمري، ابتدت دلوقتي اخاف اخاف للعمر يجري. ام كلثوم في علاقه غراميه مع كل الملحنين نتاعها الا مع عبد الوهاب. وقت اللي سمعوا بها خذات موسيقار مصري قسم لي غزف يدو فرد كريمه. كنت عندها السلطة بحكم صداقتها مع جمال عبد الناصر. السود ما قالت له أيوة، قال هو صحيح الهوى غلاب. هو صحيح 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 الهوى غلاب. يظهر لي كل واحد يعيش فترة حب يحسها تحكي 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 عليه. Come hai fatto per fare una commedia in italiano mentre lei non parla italiano, non ha neanche imparato. Come hai fatto? Vorrei veramente sapere. موت عبد الناصر اللي كان فاجعة وطنية، أمي ما طيبتش العشاء، ما ذمها مش كلام. لازمنا نستناو موجة مش كبيرة، إن شاء الله تقعد مش كبيرة في آخر جانفي. واللي صدق في الحب قليل قليل واندمدوا يوم ولا يومين. تحت السور مع فرح برجب كل هالاربع التسعة متاع الليل على قناة التاسعة. واللي سادة